مرة أخرى. عافية نافورة. غير. لصالح النجف. تغيير في اتجاه اللعب. كرة تلعب عالية وفي انتظار رأسية، لكن هنا محمد قاسم القدم التي لا ترحم والكرة في الجول. الله. في المرمى هذا الذي كراته وأهدافه لا تتغير، هو يقول أنا حاضر، أنا موجود، أنا هنا، أنا أسجل الأهداف. والفرحة المتبادلة حاضرة حاضرة حاضرة، الأهداف تأتي الآن، الأهداف تأتي وتسجل عن طريق الاختصاص. محمد قاسم مر وعبر وسدد كرة لافة على يمين صقر عجيل، ولو طار صقر شاهين لا يمكن أن يصد ويرد هذه الكرة ويصل إليها هذه الكرة وهذه المحاولة إلى خارج أرضية.